Wesh à la famille. This band that I'm in feels too big without you. How to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands under my hips, our puzzle pieces fit. These sheets, your smell, can't be by myself. I'm asking. هو الشرف عمي. السلام عليكم أحبا بكم أجل فيديو اشتبه بكم ودار اشتبه بكم فلوك اشتبه بكم كاملي كاملي لك انتوا المرة كتفرجوا فيها ما تنسوا اشتبت لتحت فيديو ديروا سبسكرايب بارتاجي فيديو ديروا لايك كومنتير كما لهذا أخوتي. المهم نتمنى لكم كاملي كاملي تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نمشي واحد البلاصة إن شاء الله. خليكم غادي ندور لكم هذه الكاميرا باش نوريكم هذه البلاصة فين غادي نمشي ليها إن شاء الله. أوكي تنسوا لايك لايك. المهم الله فامي كما قلت لكم ها هو الجبل هذا اللي حدي على كاريتي حيت كان زوبي داكشي علاش. المهم هانتوما كما كتشوفوا هذاك الجبل اللي مكتوبه الله الوطن الملك داير بحال اكادير وفلا. وصراحه ما عرفت شنو كيقول هاد القمه هادي. المهم كاينه واحد القشله تمايا وكنقول ضروري خصني نمشي نكتشف هاد البلاصه هادي. المهم خليكم معنا تلاقاوني تما. اوكي الحمد لله يلاه وصلنا كما قلت لكم راني في القصبه دابا في القمه ولتحت هنايا ميرلف تقريبا كما كتقولوا اكادير وفلا. لقيت واحد الشخص باش يعطينا معلومات وقال لك ودي ما نقدرش نبات في القناه. المهم خليكم معنا غادي نكتشف هذه البلاصه ونستفد شي حوايج اللي غادي يقول لي هو ونقدر نترجمها لكم هنايا حتى هو كيهضرها بالشلحه وديك الساعات باش تاتو ما تستافدو. خليكم معنا هاد القصبة هادي راه هي بات الاستعمار. ما تنساوش بارطاجي مع صحابكم لايك 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 كومونتير ونتمنى لكم فرجة ممتعة ويلا بداو بداو على بركة الله. قشلة وفلا موقع استراتيجي كتستقبل عدد كبير من السياح في فصل الشتاء. بنيت منذ عهد الاستعمار الفرنسي سنة 1935 اللي كانت الهندسة ديالها من طرف الفرنسيين. أما البناء والتشيد فكان من طرف سكان المنطقة. كيف ما كتشوفوا هنا دار كوماندار اللي كتحتوي على صالون قاعة الاستقبال والحمام. أما منازل أخرى فهي خاصة بالشيفات ديال جنود. قشلة أيضا فيها 20 إسطابل للخيل والسجن في 5 زنازين. في كل جانب يوجد برج لمراقبة عين ميرلف هي اللي كتزود القصبة بالماء. أما باقي الملاذي اللي كتشاهدوها فهي للجنود كتحتوي أيضا على مطبخ. أما هاد الحفرة الغريبة اللي كتشوفو هي مكان يخزن فيه المؤونة الحبوب والمواد الغذائية. خروج الفرنسيين من القصبة كان سنة 1958. لا فامي صراحه هادشي زوين زوين بزاف واكتشفنا واستفدنا هاد المعلومات زوينه اللي عندها تاريخيه فهاد القصبه هادي. وصراحه كنصحكم انني تجيو تزورو هنايا. خليني من داكشي صافي راه جيت ميرلف واكتشفنا المدينه وتبحرتو صافي راه حنا راه اكتشفنا ميرلف. لا خاصكم ضروري تجيو تطلعوا هنايا وتكتشفوا هاد القصبه هادي اللي عندها تاريخ يا مات استعمار اللي غادي تستافدوا شي حوايج زوينين. وصراحه هادشي اللي كاين
وما تنساش بارطاجي مع صحابكم ولايك لايك 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 كومونتير باش يستافدوا حتى هما المعلومات هذه وهذا الشيء اللي كاين. وخليكم معنا نشوفوا شي بلاصه اخرى. المهم بغيت نقول لكم لقيت هذه الحجره هذه غادي نديها معايا. I watched that. باش نبدا تفكر هاد البلاصه هادي اللي عندها تاريخ صراحه هادشي زوين. هاد الحجر هادو فاش كيبنيو والترام ها هو كيما كتشوفوا. المهم انت معايا هادي وهادشي اللي كاين. اي واحد جا هاد البلاصه هادي لابد غادي تديو شي حاجه باش تبدا تفكر هاد البلاصه وهادشي اللي كاين. واش هذا دابا كاين هاد البلاصه هادي؟ والله غير هذا فرش شي واحد ديجا كيبات شي واحد هنا شي واحد كيبات هنا. الله هادوك راه كامل لي شمبر ديال الحبس وعندك هدا تا هو الشمبرة ديال الحبس هذا. واش هذا دابا كاين في نص الحبس؟ يا ربي السلامة. وي خليكم على نكتشفوا عاوتاني طلعوا شويه هنايا. احنا دابا في المنطقة ديال ميرلف صراحة بحال اكادير وفلا لي هي حتى عندها التاريخ لكن مكتابش لضربة الزلزال. اش هادي مغامر بسم الله يا ربي على تحت الشيء صراحة. واو واش لا فامي. المهم لا فامي لقيتوني الله خرجت من هاد القصبة هادي. هذه هي السفسف حيت تشارجا ديال التليفون داكشي علاش جيت اليوم باش نكمل لكم فلوق. المهم نتمنى لكم فرجة ممتعة. ما تنساوش تهبط لتحت الفيديو ديروا لايك 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 كومونتير. كلكم السلامة كنبغيكم كاملين. بيس اوت لو When the sky is filled with stars and the night is falling down have a look at you. There's no limits between us. I feel it's better to stay on tonight. We won't come this one can't die. I feel like I'm losing all my mind.